إذا رجعنا قبل 100 سنة للعراق حنلقى بيه هواية من اليهود، اليهود اللي كانوا يعيشون هم وعوائلهم حالهم حال أي ديانة بالعراق، يشترون ويبيعون ويشاركون بالبناء وحتى بإدارة الدولة. بسبب السياسات السابقة هجر اليهود من العراق وتركوا بيوتهم وعقاراتهم وحتى أراضيهم الزراعية. اليوم السؤال، إذا قرر اليهود يرجعون للعراق شنو راح تكون ردود أفعال الناس؟ يرحبون بيهم لولا؟ اليوم جبنا ممثل وتقمص شخصية اليهودي بكل حذافيرها، خلينا نشوف شنو راح يصير. السلام عليكم، كيف الحال؟ عليك السلام. شلونك؟ ورحمه الله. انا ميخائيل اندريا بنيامين، انا يهودي من اصل عراقي. حياك الله. شكرا. لا اشكرك. انا اتيت من اوروبا، اتينا الى البصره بعد وفاه جدي. نحن نبحث عن بيت في هذه المنطقة. جدي كان يسكن في هذا البيت، منطقة اسمها في شناشيل. يا انت ايش قصر كم طالع من البصرة؟ بأي سنة سفرتوا؟ ستين سنة. فهاي الأملاك تلقاها مباعت واشترت. لا هو يقول لك يريد يشتريها، مو مال جدي، مالك هي. ورثهم يريد يشتريها. ترجع البصرة؟ عراقي؟ عراقي بس يهودي. ترجع البصرة. ألا يوجد خطر على يهود في العراق؟ تصير حالات طارئة يعني في السنة مرة. وأشياء يجوز عداوات يجوز فيه. نعم. إي بس لا الحمد لله. وش الكل بنفس الزاوية. يعني مو فقط اليهود. يا. يعني المسلمين نفسهم في طائفتين. مو على بعض. اي ليش فجأة شرشة وجوازات فوق ورجع. انا اذن اشتري بيت في بصرة. اشتري بيت بصرة. امان؟ اكو بيوت هي امان. ما اعرف شو اقول لك. نعم. يعني لا اقدر اقول لك اي ولا اقول لك لا. نعم او لا. انا اريد ان ارجع الى بصرة مع عائلتي. شوف الدولة. نعم. يروح المحافظة، شوف المحافظة شنو تقول. يا. محافظة البصرة. يا. هم يقول لك. انا ما اقدر اقول لك. انا الحقيقه اردت ان اجلب. تفضل استريح. تعال. اشكر انا شكرا. ولدي سؤال. نعم. نعم اشكرك. السلام عليكم. السلام عليكم. اسمحوا لنا نطب وياكم. قلب حياك الله. شلونكم عيني؟ شلونك زين؟ الله يسعدك. انت كشخص عراقي عندك مشكله بعوده اليهود للعراق لو لا؟ لا ليش، ما عندي انا مشكله. انا شفتك من ورا الباب تحكين وياه. هو قال بالاصل انا عراقي، لازم ايش اسمه بعد يصير قلبك عادي. حنينا عليك من العراق اصلا. زين السؤال، اذا رجعوا اليهود للعراق اكو مشاكل تواجههم لو لا؟ لا بالعكس والله العظيم الانسان مصالي ما حد يدنا عليه. هم شوف العراق طول عمره يتعايش كان يهود ولا مسيح ولا مسلمين.